الخامس، سنبدأ اليوم بالتربية المهنية. سنأخذ تطبيقات في الرسم الهندسي. سنتعرف في هذا الدرس على كيفية استخدام بعض الأدوات الخاصة بالرسم الهندسي ورسم بعض الأشكال الهندسية مثل المربع والدائرة. وقبل البدء بالرسم يجب اتباع الإرشادات الآتية التي تبين كيفية استخدام الأدوات للحصول على رسوم دقيقة ولوحة نظيفة. إذا الإرشادات التي يجب اتباعها عن كيفية استخدام الأدوات للحصول على رسوم دقيقة ولوحة نظيفة: أولا، ثبت لوحة الرسم على طاولة الرسم بطريقة صحيحة. 2، جهز أدوات الرسم وتأكد من نظافتها وصلاحيتها للرسم كما في الشكلين الآتيين. 3، اجعل قلم الرصاص يميل مع حركة اليد وبمستوى مائل على اللوحة، ولا تضغط على قلم الرصاص في أثناء الرسم. يعني لما بدك ترسم خلي القلم بخط مائل مع حركة اليد وبمستوى مائل على اللوحة، ولا تضغط على القلم في أثناء الرسم. 4، ارسم الخطوط الأفقية باستخدام مسطرة التي. ترسم الخطوط الأفقية باستخدام مسطرة التي أو مسطرة عادية. يمكنك استخدام مسطرة عادية بدلا من مسطرة التي على أن تضبط جيدا عند رسم الخطوط الأفقية وعند استخدامها قاعدة للارتكاز. 5، ارسم الأعمدة على المستقيم مستعينا بالمثلث ومسطرة التي كما في الشكل الموجود هنا. 5، عندنا رسم المربع. أرجو منكم تطبيق الخطوات ورسم المربع بشكل صحيح. وأيضا عندنا رسم الدائرة. أرجو منكم تطبيق الخطوات ورسمها بشكل صحيح وبعث لي الرسم بعد الانتهاء منه كي أضع علامة عليه. وطبعا استخدام الدائرة باستخدام الهندسة. وحل أسئلة الدرس وإرفاقها مع الرسم الذي سوف ترسمه. شكرا. صف خامس.